بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله أنا جايبة لكم وصفة جميلة جدا لبياض ناصع كالثلج، وكمان لصفاء البشرة، وكمان تأخر الشيخوخة المبكرة، وإزالة التجاعيد. لو انتظمت عليها ديت هتدي نتيجة هايلة جدا لإزالة التجاعيد، وهي كمان يعتبر نتيجتها مبهرة جدا، وهتشوفوها في الحال، ومن أول استخدام هتلاحظوا الفرق الكبير جدا. طبعا انا عايزه اقول لكم ان طبعا كريم البرتقال دوت بيبقى بيعتبر فيه فيتامين سي اللي محتاجه البشره، وكمان فيه كولاجين طبيعي. وانتوا عارفين ان اي حد بيقل فيه عنده الكولاجين بيبدا تقريبا يقل في الجسم، بيعتبر من سن ال30 لفوق. طبعا طبعا العوامل كتير، منها طبعا التعرض الدائم لاشعه الشمس، والمكياج المفرط، والتعرض للماء الساخن باستمرار، الإفراط في الصابون، والتدخين، وحاجات كتير جدا مش عايزة أطول عليكم. تعالوا بينا نشوف إيه هي الوصفة ونكمل الكلام معاكم. أول حاجة أنا محتاجة في المكونات بتاعتنا لنص برتقانة، وهعصرها معاكم كده. يعني محتاجة مقدار حوالي 3 معالق كده من البرتقال. بس كده، يعني هي مقدار تقريبا هو نص برتقانة بس بيكون بالشكل ده. ودلوقتي هنضيف عليه 2 معلقة نشا. انتوا عارفين طبعا النشا مهم جدا للبشرة، بيوحد لون البشرة وبيدي بياض جميل جدا للبشرة، وكمان مفيد لإزالة الهالات السمراء. وكمان هنحط نقلب دلوقتي شوية، نقلبه كويس جدا مع البرتقال. بيكون بالشكل ده معانا دلوقتي 3 مكون، وهو هنحط 2 معلقة من اللبن البودرة اللي هو اللبن المجفف، محتاجين 2 معلقة تقريبا للماسك بتاعنا، ونقلبه برضو كويس جدا. ورابع مكون معانا وهو الزبادي، طبعا الزبادي ممتاز جدا جدا للبشرة، برضو بيوحد لون البشرة وبيرتبها وبيخلصك كمان من الهالات وبيدي تفتيح جميل جدا للبشرة. هنحط نضيف 2 معلقة من الزبادي او اليوغرث اللي معروف باسمه، ونقلب كويس جدا. يبقى كده الوصفة جاهزة معانا، قلبها كويس جدا. انا عايزة اقول لكم الوصفة دي جميلة جدا ومجربة، وبتدي تفتيح في الحال كمان، يعني هي ممتازة جدا. وانتوا عارفين طبعا اهمية المكونات دي مهمة جدا للبشرة. بنقلب كويس جدا، هيكون بالشكل ده. وهنبدأ دلوقتي نجرب ونشوف كده، ناخد على ايدينا ونجرب. كمان بتشد الجلد، يعني بتدي يعني نضارة جميلة، وكمان بتشد يعني مفيدة جدا للتجاعيد. والواحد لو استمر عليها يعني بتحارب كمان الشيخوخة المبكرة. وكمان اللي بيستخدموا المية السخنة باستمرار دي مفيدة جدا ليهم، بترجع فعلا شباب البشرة لنضارتها الطبيعية، وبتحافظ على نعومة الإيد. بنقطع كده بشكل دائري ونتركها حتى تجف، يعني تقريبا يعني 10 دقائق إلى 20 دقيقة آخرنا، بنسيبها كده يعني لمدة 10 دقائق، وبعد كده نشطف إيدينا، وهرجع لكم عشان نشوف النتيجة مع بعض.
انا دلوقتي بوريلكم ايديا بعد ما شطفتها. انا عايزه اقول لكم يعني في فرق جميل جدا انا حاسه بيه، بس ما اعرفش اذا كان ظاهر في الكاميرا ولا لا. وتحسي ان البشره مشدوده معايا وادتني بياض جميل جدا. ويا ريت تجربوها وتشوفوا النتيجه انتوا بنفسكم، لانه مش هتقدروا تحكموا فعلا الا لما تجربوها. ارجو ان انتوا تجربوها، لان الوصفه دي جميله جدا وهايله ومفيده جدا كمان للبشره. شكرا لكم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم نجلاء زايد، شكرا لكم.